البنات الحلوة والستات الحلوين اللي بيهتموا بشعرهم وبشرتهم، طب تعالى اقول لكم وصفة جديدة النهاردة عن شعركم. انت عايزة تنعمي شعرك؟ شعرك تالف، شعرك مقصف، شعرك هايش، شعرك مفهوش لمعة، شعرك في قشر؟ طب ليه كل دوت؟ طب تعالى اقول لكم الوصفة ديت مع سارة. هنجيب معلقتين زيت زيتون ومعلقتين زيت اكل، كمان عشان الشعر لو انت عندك قشرة هنحط نص ليمونة، وهنحط نص معلقة خل عشان لو القشرة عندك كتير يبقى نحط معلقة خل، وهنخلطهم على بعض وهنحطهم على شعرنا. هنلاقي شعرنا الشعر المقصف، الشعر التالف، الشعر البهتان، الشعر الخشن، كل دوت في الوصفة ديت. لما تعمليها وتجربيها هتلاقي شعرك بقى ناعم، ولا في تقصيف، ولا بقى خشن، ولا بقى جاف، ولا بقى أي شيء فيه، هيبقى في منتهى الجمال والحيوية.